اسمع غلارة قولك سيدي لهانتين باخيارتها يا صاحب بدا هودا نقال سعضو بلها داسود وادا ميل كستو تشوكتان وحان دي وقت وحايدين وعنادو دولة دا إمارات كعربتها ايا سيوين وحا اي اوغا عروطي موقف كي رئيس الوزارة حمسة عبدي بره او كاقاتي قد يدر ريا فلسطين دولة دا يا شعب كا صوماليانا او كموتشي قوان كودا رسميغا مدحوين حسن شيخ محمود محاو كيري الدلب كاي وليبا موقف كا اي دولة دا إمارات كا عربتو اسو قد بسي اي كود دوريسو ان اس بدل لغو سميو هوغانكا دولة دا فدرال كا اي دالكا صوماليا قارهان حافيز كا رئيس الوزارها قد بدا سيو قد بكر اي اي نور بحنتان كل فقورينا هدي الله سبحانه وتعالى او اقراده تاني اي انتي او بلو دا دقال كا كسو دا مارين كا غزة اي عيدة مدا سهيون يدو weerarka cir dhul iyo bad ay ku soo qaadeen shacabka ku dhaqan magaalada Qasa iyo guud ahaan marinka Qasa waxa baaxad degayay mawaaqifta iyo go'aamada dawladaha Islaamka gaar ahaan dalalka Carabta darko si hoose ayay uga hadleen qaarna waba ay ka aamuseen kuwana waxa ay taageero buuxda u muujiyeen dhinaca Israa'il waxana arrintani ay noqotay mid ay ka faa'iideystaan عدوغي شعب كان ريا فلسطين او عدلك هلي عرورتي ايو هوان كان ريا فلسطين وحانا اي دي ريقرين بوحده ونقطي عيد مادا سهيون يدا وصيدا اي دونان او قماضي شعب كي كودغنا مارنكا غزة عيد كليا اما كوحدة كليا اي او تاغن دفاع عدد كاسين وحا اي نقطي قوتدا وحيس كعابينتا يا القزام وقرب كميلتري اي اوروركا الحماس اي ارنتاسي مركي اي نقطي حبال اي نينك اللوكرتي دولة دالير او فراكو تيريسا و اي كوچران تركيا اي صوماليا اما تركيا اي صوماليا او كليا اي قاتي موقف جيسي نمالي او عد و اي كو قرب استاقيان شعب كاري فلسطين وحنا مواقف تالبدا سيد دولة دوت اي نقين kuwa si weyn ugu baahay gudahan ba dunida muslimkaasiiba dalalka carabta oo shacabkoodu ay si weyn uga soo horjeesteen mawaaqifta ay qaateen zucamada ama hoggaamadoodu hadaba imaaraadka carabtu maxay uga cadhoodeen maxaa iyaga gaar ku ah maxay tahay dhibaatada goonida ah ee hadalkii ama mowqifkii dowladda soomaaliya ay qaadatay ay ku dhibsatay dawladda imaaraadka carabtu waa mid ka mid ah dalalka firfircoon ee bariga dhexe ama ba hadii si kale loo dhigo dalalka khaliijka waxana lagu sheegaa dal aan haba yaraatee ee masaalixda dunida islaamka iyo dalalka carabta midna danaynin ahna mid lagu eedeeyo fowdada qaska iyo weliba khalkhal gelinta dunida islaamka gaar ahaan dalalka tabarta daran ama dalalka nidaamkooda dawliga ah oo liito kuwaasi oo ay uga faa'iideysato danaheeda gaarka ah tusaaleyaal hadii la soo qaato Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta Suudaan baa ka mid ah sidoo kale Chad ayaa la sheegay la dhihi karaa yana waa ku jirta in way badan yihiin dalalka Yemen iyada warkeed badaa in kama tagto dawlad tabar daran oo Islaam ah wixii dib ah ee ay u geysan karto ayada oo markaasi xoogaa dadama ama xoogaa yar oo sandareera ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalalkaasi ee kula shuraakoobaysan hadaba imaaraadka carabtu waxa si weyn ay uga gelgisheen oo ay u arkeen hadalkii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inuu ahaa mid aan xilligan ku habboonayn waxayna iska dhaadhiciyeen in hadalkaasi iyaga uu ku yahay lidi sumcadooda شرف كودا إيو قيمكا دلكا إماراتكا عربت سبب يعني إماراتكا عربت وحي تاغيرين أو أي سي عدو تاغيرين دولة دا إسرائيل أما مامولكا إسرائيل دو قيمتا كوة دا شعب كره فلسطين غارهان مرنكا غزة أيضا ومركا دل عربيدا أو تاغير سن إسرائيل إن دل كم ذا دل كعربت أهدى المسلمة وسعد أو قد واقو
إن حماس أي تهي أورور حرنما الدون أي سنة هاي الأورور أرجحيسو مرنبنا أي سن أقبلي من قضية فلسطين إن أي غرغرتن كجشو صوماليا سيدو كلنا أن لقتنا سلينين موقف كصوماليا أي أه حلكة قضية ريا فلسطين إن الله قد ما يوحنان عادل أه أو أهل بدو لدود أو كودة شراء منطقة داسي مركي موقف كصوماليا أو سيدا النقضي كي إمارات كنا أو نقضي لديسة وحي إمارات كوصو بحضي إن وحل لو تشيدو لبه ديلي لغوصو دولي أي تهي إيادا أو لدون يو دوليدا عربتا إيا عالم الإسلام إن لغو فضي حيو أيضا أو عرادا سي مركا كقادي قوان كدولة الفدرالية كي دالك الصومالية أي وحا أي قوان ستي إن قادو يدونا تلابو أرينتن أي كجد بتجيسو وحانا مدحوينها أما أمير كمامولكا أبو الظبي ورقد عبشاء أو رسمية أو ديري سيدا حكتا أنو كوه اللي وليبا إلو رسمية أو مدحتو يدو الصومالية أنا أي نوحقي تيين ورقد عبشاء أو كجا عبنا يا موقف كصوماليا. ورقدا يا سيدا حكتا نروح شيء وها مهمة ديدو هاي من الشيء شو. إن صوماليا يا إمارات كويهين لبدل أو حديد قطر أو صاحب تين مالا إن أيهين يعني كو مرحلة كردو صومري إن هاتنا إماراتكو أي قرب تاجيهين دولدة وقرودين كويه مدحوين حسن شيخ محمود. إن حريرك صاحب تنمو إيو ودا شقينات إيو تاغيرو إماراتك عربتا أيضا أو كدو ليسا أيا وحا أي كو عدى يسي موقف كيدا إن أنا كفر حسنين وآن كي حمزي أونا كاسي كوية هاي إياغا يعني لدي أما عكسي دولد صوماريانا لوسو دحمري إمارات كعربتا سلا درادت سوى ذا شقينتي ساحنتي نمادي عرب نمادي يوحي إنا قد حيي يتاقير ذي تشوكت ذاهي أن دولد صوماليا سين شرني أي أسي سعوتو وحانو كاعود سنينا أما با أنو أو أرقنا إن هجان كمانت دولد فدرال كاه صوماليا غاراهان حفيز كرريز الوزارها أنان إسلا چان قادي كريم ويو annagu waxaan u aqoonsanahay amaba ka imaraatul arab ahaan gaza iyo ururka hamas in qab dhexdhexaada hawsha loo wado dunida arabtana ay u taalo ee asi gaar ah ay sadar ugu oolin annagu ka imaraat ahaan ururkaasi aqtanada waa ka argagixiso oo mowqifka mareykanka iyo israa'il ururki noocaas ahaa in nalagu soo dhiso oo leeyahay waa urur xornimo doone irhaabi ama argagixisa ma aha waa waran siyaasadeed oo si toos ah nalagaga soo ganay Muqdisho marka gorgortan kama gali karo arinta iyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ay noo xaqiijiyeen ilaha xogta ee nala wadaagay ee madaxtooyada Soomaaliya waana doonayna in halkan ka magac dhowro waxay noo sheegeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu mowqifkii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu qaatay oo ku yani celiyay kiyo qiyaxan ma aha laakiin waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay xukuumadu hoggaamiso kana qaadato siyaasad siyaasada ay qaadatayna aysan ahayn mid maanta bilow ah ee ay ahayd mid soo jireen ah oo Soomaaliya mar walba ay ku garab taagneyd qadiyada reer Falastiin wax iska bedelayna aysan jirin waanu se ka xunahay buu yiri haddii mowqifkaasi idin dhibay saaxiibtinimadeennana ma u malaynayo mana rajaynayo إن وحود مدونة وايو كان هو موقف سوماليا ودل حرعة ودل مدح بنان قادة شدق أمديسة إيو مواقفتي سياسية أنا إساقو إسكالي مصالح دل كرانا أنكو چانقو أنين سيلا دراد المدحوين حسن سيلا الدفن
ayaa ugu celiyay mowqifkii dawladda Soomaaliya. Tani waxay noqotay darbaaxadii ugu xumayd ee ku dhacda maamulka Abu Dhabi. Fadhigiisu yahay kuwaasi oo qudareynayay ama rajaynayay in go'aamadooda iyo qorshayaashoodu ay si fudud uga fuli doonaan Muqdisho, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha. Ay xafiisku madaxweynuhu marka hadalka uu ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maalinka uu hadalka jeedinayay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ku sugnayay Maraykanka Carabta oo uu ka sii baxay, laakiin waa uu joogay. Hadalkii markay dhibsadeen ee ay say maaragtay u arkayeen uu ku noqday yacni waran wadnaha kaga taaganna madaxweyne Xasan kama siibina waxa uu yiri mowqifkan waa mowqif dowli ah oo golaha wasiirada iyo xukuumaddu ay leedahay, mana aha mid maanta la bilaabay ama hadda uun aan qaadanay, waa mid soo jireena. Waxay inaga inaga dhexeeya, wax la mid ayaa kuwa naga dhexeeya, kuwaasaa weliba dhibban, kuwaasaa dulman, kuwaasaa kadiidan oo cadow gacanta u galay. Marka waxa keliya aan u tari karo waxay noqotay codkanaga mar walba inaan ku garab istaagno. Idinkana waxaan idinka rajaynayaa in intaasi idin anfici doonto. Haddaba hadalkaasi ama jawaabtaasi waxaan filayaa si weyn hadda inaanay Soomaalidu ula soconin waxyaalaha la isla dhex maray iyo sida ay wax u yihiin. Waan uga mahadcelinayaa maxaan ku yidhahdayto mas-uuliyiinta xogtani nala wadaagay si aan annaguna shacabka Soomaaliyeed ugu gudbino, waayo waxaa jiray in dhowaale hadallo baraha bulshada aad loo wareejinayay oo lagu maaragtayto sheegayo imaaraadkii baa dhibsaday, imaaraadku ma aqbalayaan, imaaraadku waa sidaan Soomaaliya, imaaraad baa xukuma Soomaaliya, ma aha dal isku filan, ra'iisul wasaaruhu waa degdegay, waxay ahayd wax badan inuu qiimeeyo, sidaa daraaddeed xilkiisu weynayaa, aad baa loogu celceliyay. Runtiina waa yacni isku dayada noocaas ah in ay dowladda Soomaaliya wajahayso mid cad bay ahayd, sababtoo ah Soomaaliya nidaamkeedii dowliga ahaa waa kii horay u leecay. Qaabka hadda ay ku socotana waa qaab dhismeed maxaan ku idhaahdaa dhismaya oo tartiib tartiib macaahidii ay usoo korayaan, iskuma fila dhaqaale ahaan, cudud ciidan ahaan, iyo dhinacyo badan marka laga fiiriyo. Haddana waa baahanahay baktiga looma cuno ayay Soomaalidu tidhaahdaa. Shacabka Soomaaliyeed waa shacab geesi ah, dhiiran, gobonimada wax walba ka hormariya, waa shacab aan qaadanin gunnimada. Hoggaankooda maantana waxa ay muujiyeen wixii laga rajaynayay oo ahaa in ay si kaste oo ay u tabardaran yihiin, si kaste oo nidaamkii dowliga ahaa ee Soomaaliya uuna lahayn awooddii lagu yaqaanay, haddana inaanay madaxa foorarin ee ay madaxa kor u qaadaan oo ay dhahaan noo imaaraad iyo wax la mida, inaanay go'aamada iyo mawaaqifta dowliga ah iyo majaalista caalamiga ah cid gaara ku xushmaynin mowqifkooda iyo hoggaamintooda iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee siduu yahay ay bannaanka u soo dhigaan iyaga oo aan cidna ka gabanin. Waa go'aan geesinimo leh, waana runtii mid taariikhda u gelaysa hoggaanka maanta. Imaaraadka Carabtu marar badan ayay faragiriyeen oo weliba dhibaato badan ay u geysteen nidaamka dowliga ah ee dalka Soomaaliya. Waa dal ka faa'iideysanaya dowladdan curdanka ah, aan cagaha adag ku taagnayn, cadowgiyada badan la dagaalamaysa, ayaa waxa ay noqotay cadowga ugu weyn ee mar walba dowladda Soomaaliya cidii dooniba ha hogaamisa ee yacni lugaha ku dhegan. Ayada oo soo dhex maraysa isla qaybo ka mida dowlad oo danaheeda iyo siyaasadeeda iyo aragtideeda mar walba ku shaqeynaya, maanta cadhadii iyo maxaan ku yidhaahdaa gilgilashadii ay ka muujisay hadalkii dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya waxay u arkaysay in si fudud ay Soomaaliya ugu qancin karto, gaar ahaan madaxweynaha, in
لدريمو او ربيتان كيدا لغو خسبانادو ايادا او مركا كوهان جبيسا تاگيرو ايان ايدن سينا تاگيرو اي سيان سوماليا وامح وويلال سوماليات او عيدان لغا ديگي او اي مشاركة سيان هوري واحي نووغين عيدان يغو اي مشاركة سيان او سوماليات مقدشو نباتدي او كدقيست يعني نغدان عيدان كما دح برنام بالدولة دا سوماليا او او دنبين تينا او اكاتي ارينتو دولة دولة كوهوس بيسان يعني تليا عيدان او كلا ابو دبي باليغا حكومة مشاركونا او ايمانيا بو امدا او قادنا ايه يتلاقو ينكا او سمين ايانا ايهين كوو آن دولة دا سوماليا شغل كلاهي ما انت يضا او مركا لكفا ايدي سنيسا حقاقا سندري رضا ايا وحا اي اسكود دا ايدي ان ماشا لغا سارو يعني هجان كدالك قيب كميدا قارحان رئيس الوزارة حكومة دا سوماليا قروا دين كوا ارين تاسي هداي اوچل على هيدي هداي اودب على هيدي موقف كأوقات رئيس الوزارة حمسة عبد البري او كعدي قوان كأيو موقف كدولة نمو اي سوماليا اي قضية دا فلسطين ايا وحا او نقضي مد معارض اي محافظ با اي مدحا كو سارتان رئيس الوزارة سيرو كرانا عالم الاسلام او كان نقضي قفكي اوغو هذا اللعب عدا اوغو سامين تبادنا اوغو موقف اتكا عالم الاسلام اوردن يعني هذا الكي كسو يري اردوغان وحا كم ميسان عسلا دي بقل كيبا بقل عالم الاسلام هذا الكي حمزي عبد البر وحان لايه المركة شعب كسوماليين يدولة الفدرال كاهد دالك سوماليا جيس نمدا يبقو آمدا واحترك لحالك تاريخي اي قاتين اي موقف كودا كموشيين dad badan ayuu arag galiyay dad badan ayuu ciil iyo uqdad ku beereey dad badan ayaa u arka yaani in hadalkaasi uu xaqooda ka yahay dhimasho iyo geeri loogu talagalay mar hadii marka halkaas ay taagan tahay waxa ay ku socdaana ay dulmi tahay waxaan dhihi lahaa halasii laba jibaaro gunta waa la sii carigeliya inaanay waxba bedeli karin baa la tusaa inaanay mowqifkooda iyo doonistoodu ka shaqayn karin soomaali dhexdeeda iyagu waxay doonayaan inaan ka hooseyno oo ay shirimaan shakhsiyaad la siiyo madaxa loogu fururiyo laakiin haddaad dhimanayso dhereerka waa la iska duwaa waa baahanahay baktiga looma cuno maxaan ku idhaha يعني غاچو درغلي غاچو درغ غنيمري غاچو غوبنيمرها دان وما با يا سوماليات مراهي يا سوماليدا وخبا كما يقانان ان ويس برانيان او مرر كلا دوون waxay ku bartaan soomaalida way arkeen waxa la yahay marka cid Allah la iyo cidi walbahaar ama walaac ka qabtay khilaaf dawladda soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo la isku horkeeno يعني عدي ولا أما والبحر أي كويس تاسي هذا ما موقت ماشي أنا كم تشرتم الحين حسن شيخنا إن أم لين مايو إنه دب كسر ولا بك عليه لكن موقف كأما جوان كحكومة دا سعد أي أتاجر هذي بقى أي دعنا وحنا كم بدري كرئيس الوزراء حلنا كم قاضي كرو وين العدل السوق قاضي برلمان كلا قيبيو تانا سمعاد ايا كوچرتو او هل كي فرماچو كسو عام بحي فرماچو محو كسو عام بحي كان بالا كوت كان وحو كسو عام بحي دونا او وحوين او قوين دونتا اسكو داي كسته او كي مادة دينا ع دولة دا سومالية ملحويني هيدا يعني وسمينا يا كمله لكن وهاديبا عند دعضو او محانكو الى هذا اللي يدعضو الله يريه حليلك يو ساحي تنمدي دلكن او واح بدن ان مارتي اسلاسو ان اهين ايا كم مهم سن جو جدا حمسة دي لوا وليه كرام دا حولو وا شخصي هديبا تا اي تمادو تاسي اساي دل كنو قنا اسام دا حوينه او لومينا يتاقير دي يو
محام كوريا غايتو شعب كي صوماليين إيه قرب تاقنا وحالا يا مركا سيكا استباها النقود نوع عايز كدو بنيدا قوان كمدا حويني حسن شيخ محمود وكاقات شوابي دلب كي إمارات كا عربتا إيه تلابوين كي جيسي نمدا لها الرئيس الوزارة دمان تود ببقادين بين مدنيهين قرب استاق بين مدنيهين بقول كي ببقول وحالا يا مركلة موقف كي نسيحو وشيا وليبا مدا حويني حسن شيخ محمود وينو سو استاغا او استاغونا عدكيس اللبحا او كوحوتي او شعب كصوماليين واحد كدح قوحي وكوهم وقيا هاي كما قرصونا هكا لا بن ملح وين بنان كيس كان عدام موقف كدولدة صوماليا او كعلس دقاها او وشو كو اي بيبي سنة حدب صداني انت اصلا جعل هنا نقصو كوبا خيارتا يا صاحي بدا هو ذا نقرا صعودا ويتان ايا انت نسوقي معنا انه وركا يا برنامج هذا حقا وقال حسن او اذن لي في امان الله.